بي أول مرة تجري حوار مع مرأة؟ ربما لأول مرة يجيك خميس المازري ومن حقه. ترفض أنك تتحاور مع مرأة في العادة؟ لا بالعكس، أنا جيت وبيش نتحاور مع امرأة، وليس هناك من أكرم المرأة مثل الإسلام. يعني ما كذبت؟ طالما أني لست معك في غرفة مغلقة، يعني في خلوة، وطالما أني أغض البصر، وطالما أن المواضيع التي ستطرح نافعة إن شاء الله، إن شاء الله تكون نافعة، فهذا مشروع أن واحد يلتقي مع المرأة بهذه الشروط، يغض البصر ليس فيه يغض خلوة. يعني احنا شنكملوا الحوار وانت ماكش تغزر لي؟ نعم إن شاء الله. كيفاش أنا نجري حوار مع ضيف ما يغزر ليش؟ هذا من حقي، وأنا زادة من حقي نشوف معناتها الضيف اللي قدامي يغزر لي في عيناي، خاطر لغة العينين مرات تكون معبرة أكثر من الكلام. لا على كل حال نفهموا بعضنا أكثر. هذا من حقي شنكملوا حوار هكا يعني إن شاء الله. ما شاء الله.